بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الفرائض وفي قسمة التركات. مر بنا في درس سابق بأن من الورثة من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب. الذي يرث بالفرض حدده الشرع وبينه، نصيب مقدر شرعاً لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وأهل الفروض عددهم 21. ومن الورثة من يرث بالتعصيب، والتعصيب لهم أهل التعصيب لهم أحكام 3. إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط. ومثلنا لذلك بالأخ من الأب. أحيانا نقول له جميع المال، هلكت فاطمة عن أخ من الأب وتركت خيرا كثيرا، عقارا ونقودا وبضائع وإلى آخره. من خلفت من الورثة؟ قالوا أخ من الأب. قلنا كل ما تركته فاطمة لأخيها من الأب. مرة أخرى قلنا تركت زوج وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والأخ من الأب له الباقي تعصيب، لأن العاصب إذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وقد بقي النصف بعد أن أخذ الزوج النصف فهو للأخ من الأب. مسألة ثالثة أقول هلكت ليلى عن زوج وشقيقة وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط، ليس له شيء. فهذه أحكام مبينة وموضحة، لا مجال فيها ولا غموض فيها ولا إشكال. أحيانا يكون عندنا أهل فروض خاصة، قالوا هلك محمد عن أم فقط. أقول الأم لها الثلث والباقي، وما بقي لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الأم. أخذت الأم جميع المال فرضا وردا. وهلكت ليلى عن أخت من الأم، أقول الأخت من الأم لها السدس والباقي 5 من 6 بأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه هذه الأخت. فأخذت جميع المال فرضا وردا. فبابنا الذي سنقرأ فيه هذا اليوم هو الرد. يعني لو كان عندنا عاصب لقلنا العاصب يأخذ ما أبقت الفروض. العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط. لكن صاحب الفرض يأخذ فرضه، وما زاد عن فرضه ما العمل؟ هل نتبرع به؟ هل نصرفه في مجال الأيتام والأرامل والمعوزين؟ لا، وإنما عندنا باب اسمه باب الرد. باب الرد. لو هلكت ليلى عن زوج أقول الزوج له النصف،
طيب والباقي؟ أقول لأقرب رجل ذكر، فالزوج لا يرد عليه. لو هلك محمد عن زوجة أقول الزوجة لها الربع، وما بقي لأقرب رجل ذكر قالوا ما في أحد، نقول الزوجة لا يرد عليها. فالورثة منهم من يرد عليه، ومنهم من لا يرد عليه. الذين يرد عليهم هم القرابة إلا الزوج والزوجة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أولو الأرحام، وهؤلاء ليس بينهم رحم وإنما بينهم عقد زواج، هذا من قبيلة وتلك من قبيلة، فلا يرد عليهم. فالقول، فعلى القول الراجح عند أهل العلم بأن الرد يكون على جميع الورثة إلا الزوج والزوجة، فلا يرد عليهم. عندنا مسألة أيها الأحباب، لو أن عندنا بنت وبنت ابن، أقول المسألة من ستة، بنت وبنت ابن، المسألة من ستة، البنت لها النصف ثلاثة. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. طيب والباقي؟ لأن هذه إذا كان ستة أخذنا ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن، بقي عندنا اثنين، والباقي أقول لأقرب رجل ذكر قالوا ما في أحد، أقول نرده على البنت وبنت الابن. ما هي كيفية الرد أيها الأحباب؟ هل نقول هذه بنت نعطيها الجميع؟ هل نقول بنت ابن نعطيها أكثر؟ لا، وإنما لكل واحد ما يخصه. فبدل أن أقول مسألتهم من ستة أقول مسألتهم من أربعة، البنت لها النصف ثلاثة، وبنت الابن لها السدس واحد، وواحد وثلاثة أربعة، فأقول مسألتهم من أربعة، للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد. وهكذا إذا كان لدينا أم أو إخوة لأم أو أقارب من ذوي الفروض، فأنا أعطيهم على قدر سهامهم، على قدر سهامهم، عدا الزوج والزوجة فلا يعطون شيئا من الرد لأنهم من قبيلة أخرى. المرأة من عبس وهو من ذبيان، المرأة من جهينة وهو من بلي، المرأة من عدنان وهو من قحطان، فلهم الميراث الشرعي. أما الرد فلا يكون إلا لذوي الأرحام، وهؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام. الرد أيها الإخوة باب مهم جدا، نتمكن من خلاله أن نعطي كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقص. فمسائله واضحة وأسلوبه بين وعبارته لا إشكال فيها ولا غموض، وإنما نعطي كل إنسان ما يستحق. هلك محمد عن أم، أقول الأم لها الثلث لأن وحدها الأم، لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، الأم لها الثلث، وما بقي فلأقرب رجل ذكر قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الأم. لو قلتم من البداية المال للأم، كل واحد يقول هذه قسمة غير عادلة، قسمة غير سوية، لكن الأم لها الثلث وما بقي لأقرب رجل ذكر قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الأم. أما إذا عندنا زوج أو زوجة فأنا أعطي الزوج حقه أو أعطي الزوجة حقها، والزوج يأخذ الربع أو النصف، والزوجة تأخذ الربع أو الثمن بدون زيادة. فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم بأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم. خلاصة درسنا أيها الأحباب أن نقول إذا كانت المسألة من ستة أو إذا كانت المسألة من 12 نعيدها إلى، فمثلا هلك سعد عن أخ، هلك سعد عن جدة وأخت من الأم، أقول الجدة لها السدس
والأخت من الأم لها السدس، وما بقي فلأقرب رجل ذكر. قالوا ما في أحد، أقول المسألة من اثنين، الجدة لها واحد والأخت من الأم لها واحد أيضا وتنتهي. وهذا فيه اختصار وعدم إطالة للمسألة مع إعطاء كل فرد ما يستحق. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في باب الرد، باب يعني الفروض قصرت، يعني لو عندنا مثلا نصف وسدس وثلث نقول اكتملت ما في رد، لكن عندنا نصف فقط، بنت أخذت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك، والباقي لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، نقول أعطوه البنت، بنت ابن، بنت الابن مع البنت لها السدس، فأقول هذه نعطيها النصف وتلك نعطيها السدس. طيب نصف عبارة إذا كان من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد، هذه أربعة، اثنين، ماذا نعمل بها؟ نعيدها على البنت وبنت الابن. كيفية الإعادة أن نجعل سهامهم هي أصل المسألة، ونقول المسألة من أربعة، للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد وانتهت، ثلاثة زائد واحد تساوي أربعة، ومسألة من أربعة وانتهت المسألة. وهكذا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي، ثم نتناقش بعد ذلك فيما لدينا من مسائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرد. وإذا لم تستغرق الفروض، قلنا يعني هو يقول كتاب الفرائض، الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فلو أنه كله جاء به بحث متواصل منتظم لا شق على طالب العلم، لكن عندما يجزئه إلى فصول وأبواب يكون أسهل لطالب العلم في الاستذكار والمعرفة والقراءة والتدقيق، فيقول هنا باب الرد، باب الرد. نعم. وإذا لم تستغرق الفروض المال، وإذا لم تستغرق الفروض المال، يعني ما عندنا إلا بنت أخذت النصف، وين نودي الباقي؟ ما عندنا إلا أخت من الأم لها السدس، وين نودي الباقي؟ ما عندنا إلا جدة لها السدس، وين نودي الباقي؟ والفروض ما استغرقت المال، فماذا نعمل بالباقي؟ نقول نجعل أصلهم أو ما أخذوه هو أصل المسألة، ونقول لهم جميع المال فرضا وردا، فرضا اللي حقهم الأساسي، وردا أي ما زاد عن حق عن نصيبهم لعدم وجود مستحق سواهم. فمن العلماء من يجعله يعني الرد لجميع على جميع الورثة، وعلى القول الراجح بأنه جميع الورثة إلا الزوج والزوجة. لماذا؟ لأن الله يقول في محكم التنزيل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهو وهب أهل الرحم وهم القرابة، وهؤلاء لا قرابة بينهم إلا العلاقة الزوجية، أما من ناحية النسب فليس بينهم نسب. نعم. وفضلت منه فضله، يعني فضل، يعني عندنا جدة أخذت السدس، بقي عندنا خمسة من ستة، عندنا أخت من الأم أخذت السدس، بقي عندنا خمسة من ستة، عندنا بنت وبنت ابن أخذوا أربعة من ستة، بقي عندنا اثنين، وين نودي الاثنين هذه؟ لازم أننا نتصرف بها ونعطيها لمستحقيها دون غيرهم. نعم. فلو أن إنسان قال مثلا هلك، يعني جدة توفيت أو توفي شخص ولم يترك إلا جدته، لو قال أحد لها جميع المال نقول لها غلط، كيف تعطي الجدة جميع المال؟ ما يمكن، الجدة تأخذ بضوابط وهي عدم الأم ولها السدس. فنقول لأجل أن يكون الجواب سليما وأن تكون العبارة صحيحة، المسألة من ستة، الجدة لها السدس، وما بقي فلأقرب رجل ذكر، قالوا ما بقي أحد، ما في أحد، نقول أعطوه الجدة
فأخذت الجدة جميع المال فرضا وردا. نعم. ولم يكن عصبة، ما في يعني إذا وجد عندنا عصبة يا شيخ صديق ما عندنا رد. يمكن يكون عندنا عصبة ورد؟ لا، العصبة يأخذون يعني هلك محمد عن ابن 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 عم بالجد العشرين، يعني ما بأصل القبيلة، يعني سووا شبكة لأسرته ولقبيلته، وجدوا أنه يلتقي بهذا في الجد العاشر، في الجد الحادي عشر، في الجد الخامس عشر، ولا ما بينهم، هذا من قبيلة وذاك من، لكن بينهم ارتباط بعيد جدا، فنقول هذا عاصب، والعاصب يأخذ جميع المال. فأحكام العصبة قلنا ثلاثة: من انفرد أخذ جميع المال، ومن كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط. ومثلت، وكثيرا ما أمثل بهذا يعني أخ من الأب في ثلاث حالات: مرة جاءوا وقالوا هلكت فلانة عن أخ من الأب، أقول له جميع المال. ماذا تركت مريم؟ قالوا تركت عمارة في العزيزية، وتركت فستان في حدة، وتركت في الشرايع، وتركت كل، أقول للأخ من الأب جميع ما تركته، لأنه انفرد. العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال. وإذا كان مع صاحب فرض، في عندنا زوج، تبين أن مريم تزوج عندها زوج، أقول للزوج النصف ولأخيها من الأب ما أبقت الفروض نصف الثاني. تبين عندها أخ شقيقة، أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، والأخ من الأب أقول يسقط ما بقي شيء. فالعاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا ثلاثة: الأب والابن والجد، فهؤلاء لا يمكن أن يسقطوا. فإذا ما وجد عندنا، إذا وجد عندنا عاصب ما يمكن يكون رد. شيخ عثمان، هل يمكن أن يوجد عندنا عاصب ونقول فيها رد؟ لماذا؟ لأن العاصب يأخذ ما أبقت الفروض، ولا في رد، نعطي أهل الفروض وقد تكون أيضا عائلة. نعم. فالفاضل عن ذوي الفروض مردود عليهم على قدر سهامهم، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الآية في أول الإسلام: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني آخى بين المهاجرين والأنصار، كل واحد يروح من مكة للمدينة يؤاخي بينه وبين أخ له من المهاجر من الأنصار، فيقتسمون المال ويرث بعضهم بعضا. ثم لما توسعت الأمور وكثر المسلمون ومن الله على المسلمين بعددهم، أنزل الله عز وجل آية المواريث: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهم أولى من الميراث بالمصاحبة أو بالألفة أو بالمودة كما هي في بداية الإسلام. نعم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. من ترك مال فلورثته، يعني ليس لذوي الأرحام وليس لأهل، يعني مثلا لبيت المال نقول، أو للمساكين أو للفقراء، إذا أوصى، وإذا ما أوصى فهو لورثته، كل ما تركه للورثة قل أو كثر، قل أو كثر. نعم. رواه أحمد وأبو داود إلا على الزوج والزوجة. يقول العلماء: كل الورثة أصحاب الفروض يرد عليهم إلا الزوج، فلا يعطى إلا نصيبه وهو الربع أو النصف، وإلا الزوجة فلا تعطى إلا نصيبها وهو الثمن أو الربع، كل الورثة. أما الزوج والزوجة فلا يرد عليهم على الصحيح على ما سيأتي بيانه. نعم. لأنهما ليسا من أولي الأرحام فلم يدخلوا في قوله، لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام، لأن قلنا تجد هذا من قبيلة عدنان، والثاني من قبيلة قحطان، الأول من عبس،
والثانية من ذبيان، الأول من بكر والثانية من تغلب، هذا من قبيل هذا. لكن مثلا من ناحية الأم أو من ناحية الأولاد أو من ناحية الأخت من الأم أو كذا، لا، في قرابة وفي ترابط وفي وشائج قربة. فيقول الزوج والزوجة لا يرد عليهم لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام، نعم، وإنما لهم نصيب من التركة إذا وجد عقد صحيح، إذا وجد عقد صحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ما هو يعني يا شيخ صديق، ما هو النكاح يا بني تعريفه؟ أفصح يا بني وأتي بالتعريف كاملا. عندنا أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. عندما نقول وهو نكاح، ما هو النكاح؟ عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل ولا وإن لم يحصل وطء ولا خولة ولا خلوة. يعني لو أنه مثلا عقد النكاح وهي في المشرق وهو في المغرب، وحصل أحدهم مات، فإذا ماتت هي فهو يرثها، وإذا مات هو فهي تعتد وترث. وإن لم تره ولم يرها، عقد الزوجية الصحيح، عقد الشيخ عبد الله، عقد الزوجية الصحيح. وش نستبعد يا بني؟ أحسنت أحسنت. يقول الشيخ عبد الله نستبعد النكاح الباطل والنكاح الفاسد. شيخ أحمد يا بني، ما هو الباطل؟ الباطل انشغل، راح للدمام وانشغل، نسي ولا سألناه وأجاب. ما هو الباطل يا بني؟ لا، ما هو الباطل؟ ما هو الباطل؟ أنا ما أسأل عن الفاسد، أنا أسأل عن الباطل. ما هو الباطل شيخ عثمان؟ ما اختل ركنه. شيخ عثمان يقول الباطل ما اختل ركنه، الباطل ما اختل. عندنا أيها الأحباب أركان النكاح، أركان النكاح ثلاثة وشروطه أربعة، وهي من الأهمية بمكان، فلا بد أن نكون على علم ودراية وإلمام بها. فيقول هنا النكاح هو عقد الزوجية الصحيح. إذا قلت الصحيح ماذا أستبعد؟ أستبعد الباطل وأستبعد الفاسد. ما هو الباطل؟ الباطل ما اختل ركنه. ما هي الأركان؟ الأركان الثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. وأما الفاسد يا شيخ أحمد فهو ما اختل شرطه، يقول الشيخ أحمد. نقول صحيح. والشروط أربعة. ما هي الأربعة؟ التعيين ابني محمد، ابنتي ليلى، والرضا ما فيه إرغام على الزواج، والولي لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، والإشهاد، واستشهدوا شهيدين من رجال، فيه يعني لازم من الشهود بذوي عدل منكم. فهذه يعني شروط النكاح وأركانه. ونقول الأسباب ثلاثة، أسباب الميراث نكاح وولاء ونسب. هذا أنت يا بني تشير إلى الإجابة، هل المسألة خلافية ولا فيه سبب مختلف فيه؟ إيش يقول الشيخ بكاي؟ يقول أسباب الميراث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هل هنا سبب رابع ولا لا؟ في سبب رابع ولا لا؟
ما في، لا الإخوان يقولون فيه لكن مختلف فيه. شيخ بكاي يقول الشيخ بكاي بيت المال، بيت المال سبب رابع، بيت المال سبب رابع. أقول شيخ علي اذكر أقوال العلماء في بيت المال. الإمام مالك يقول سبب، الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول بيت المال سبب، أحسنت. والإمام الشافعي يقول بيت المال سبب إذا انتظم بيت المال، بيت المال سبب إذا انتظم بيت المال. وأما الأئمة الحنابلة والأحناف فيقولون إنه ليس سبب وإنما هو يحفظ المال عن الضياع وليس سبب. واضح يا بني؟ نعم. فلم يدخلوا في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني الزوج والزوجة ما لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام، ما في قرابة إلا الزوجية. نعم. وهذا يروى عن عمر، وهذا يروى يعني يكون الزوج ما يرد عليه والزوجة ما يرد عليها، يروى عن من؟ عن عمر رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، وعن ابن عباس حبر الأمة عبد الله بن عباس وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. نعم. وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وعن أحمد أنه لا يرد على ولد، لا أنه يرد، لا يرد على ولد الأم مع الأم، يعني إذا كان عندنا أخ من الأم وأم فالرد يكون للأم، وأما الأخ من الأم يعطى نصيبه، وإذا كان عندنا أخت من الأم مع الأم فالرد يكون على الأم وحدها ولا يكون على الأخ ولا على الأخت من الأم. هذه رواية. نعم. لا يرد على ولد الأم مع الأم ولا على الجدة مع ذي سهم. نعم. لأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الهذلي كان من الصحابة أو هو أحد أصحاب رسول الله ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، ويقال إنه ثالث أربعة، يعني حديث عهد بالإسلام، يعني من أول أو من الأوائل للدخول في هذا الدين، بل يقال إنه يعني يروي قصة لقائه برسول الله، يقول جئت مع عمومتي من بلادنا من بلاد هذيل وهي عند عرفة أو قريب من عرفة، وكنا نريد نشتري أغراض من مكة وكنا نبي عطر، فيقول سألنا أهل مكة العطر الزين منو عنده، مثل أن يقول عند فلان وفلان اللي عند الحرم، قالوا العطر الطيب عند العباس بن عبد المطلب. يقول قلنا وين نحصل العباس؟ قال تحصلون عند زمزم لأنه هو الذي يسقي الحجاج ماء زمزم وهو المسؤول عنه. يقول ذهبنا إلى الحرم وجلسنا مع الفضل مع العباس ويكنيته أبو الفضل، فيقول جلسنا معه، دخل رجل مع الباب من هنا وإذا به في غاية الهدوء والسكينة والوضاءة والاستقرار يعني والصفات المحببة للنفس، ومعه امرأة تمشي معه محتشمة وفي غاية الأدب والسكينة، ومعهم ولد صغير يمشي معهم كذلك مؤدب. قلنا يا أبا الفضل، العباس قال من هذا؟ قال هذا ابن أخوي، هذا ولد أخوي. طيب ما وضعه؟ قال وضعه أنه في دين ما, 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 ما معه إلا هؤلاء اللي. طيب والحرمة اللي معهم من هي؟ قال الحرمة هذه زوجته خديجة بنت خويلد. طيب والولد اللي وياهم من هو؟ قال الولد هذا علي بن أبي طالب ولد أخي الثاني. يقول فمن ذلك اليوم، عبد الله بن مسعود الهذلي يقول من ذلك اليوم ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقدره ويحترمه ويرى له مكانة، حتى يقول من تقدير النبي عليه الصلاة والسلام يقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي، كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. وش معنى الكلام هذا شيخ صديق؟ يعني بدأ إذا أراد الرسول يناديه ما يقول له يا عبد الله، يقول له يا أبو عبد الرحمن، وهو ما عنده لا زوجة ولا ولد، بس من باب التقدير يقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل أن يولد لي، والكنية هي ما كان ينادى الإنسان بأب أو أم، يا أم سلمة، يا أم خالد، يا أم محمد، ويا أبو عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا سعيد. الكنية ما صدر بأب أو أم، وهي نوع من أنواع العلم، والعلم ثلاثة: اسم وكنية ولقب. الاسم مثل ما نقول علي، والكنية نقول مثلا الشيخ، والكنية أن نقول أبو فلان، واللقب أن نقول الشيخ، المهندس، الطبيب، أكذا. العلم، ويقول فيه ابن مالك: جناك يا شيخ عبد الله، شيخ عبد الله الألفية، يلا وش وصل العلم، يلا العلم، ارفع صوتك. العلم اسم يعين المسمى مطلقا، هذا في ألفية ابن مالك. علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق، واسمن أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبة. فلما أقول أبو عبد الله هذا كنية، ولما أقول محمد هذا اسم، وأما لما أقول الطبيب أو الشيخ أو الأستاذ هذا لقب، وهما الثلاثة للعالم. العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة. وش وصلنا يا شيخ عبد الله؟ كملنا ولا لا؟ على وشك. أنا طلبت منه أن يحفظ الألفية ووعدني، وهو إذا وعد وفى إن شاء الله. والأول المذهب لعموم الأدلة، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس، وطريق العمل في الرد رضي الله عنهم جميعا، يعني يحسن إذا ذكرنا الصحابي نقول رضي الله عنهم. نعم. وطريق العمل، وطريق العمل، يعني طريقة عملية الرد في الرد، أن تأخذ سهام الرد أهل الرد من أصل مسألتهم، من أصل مسألتهم. يعني إذا قلنا بنت وبنت ابن، البنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس، ومسألتهم من ستة، فهذا له ثلاثة، وهذه فالأولى لها ثلاثة، وبنت الابن لها واحد، واحد زائدا ثلاثة زائدا واحد أربعة، فأنا أقول مسألتهم من أربعة، البنت لها ثلاثة من أربعة، وبنت الابن لها واحد من أربعة، وتنتهي. نعم. وكلها تخرج من ستة، إذ ليس في الفروض ما يخرج عن الستة إلا الربع والثمن. نعم. وليس لغير الزوجين، وليس من أهل الرد، فيجعل سهامهم أصل مسألتهم، فيقسم المال عليها، وينحصر ذلك في أربعة أصول. فإذا كان معك سدسان كجدة وأخ لعم، الجدة تأخذ السدس والأخ من الأم له السدس. نعم. كجدة وأخ لأم فأصلها من اثنين، من اثنين، الجدة له واحد والأخ من الأم له واحد، لكن لو من الأساس قبل الرد وقبل كذا قلت يعني مثلا من اثنين نقول غلط. طيب وش المطلوب؟ أن نقول المطلوب المسألة من ستة، الجدة لها السدس والأخ من الأم له السدس، وما بقي فلأقرب رجل ذكر. لما يقولون ما في أحد نقول إذن المسألة من اثنين، الجدة له واحد والأخ من الأم له واحد، وانتهت المسألة. نعم. وإن كان ثلث وسدس كأم وأخ من أم فأصلها من ثلاثة، الأم لها الثلث والأخ من الأم له السدس. نعم. وإن كان نصف وسدس كابنه وابنه، كابنة وابنة ابن، كابنة وابنة ابن فأصلها من أربعة، البنت لها ثلاثة وبنت الابن لها واحد، فثلاثة زائدا واحد أربعة، فأقول مسألتهم من أربعة وتنتهي. نعم. فأصلها من أربعة. وإن كان نصف وثلث كأم وأخت، أو ثلثان وسدس كأختين وأم، أو نصف وسدسان كثلاث أخوات متفرقات، فهي من خمسة، فهي من خمسة، ولا تزيد أبدا على هذا، لأنها لو زادت سهما لكمل المال،
فإن انكسر سهم فليق عليهم ضربت عددهم ضربت عددهم في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم لأنه أصل مسألتهم فتقول في ثلاث جدات وأخت هي من أربعة للجدات سهم على ثلاثة تضربها في أربعة تكون اثني عشر ومنها تصح. فصل. فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين والزوج لا يرد عليه والزوجة لا يرد عليها فكيف التعامل مع هذا الزوج أو مع تلك الزوجة مع أننا لا نرد عليهم؟ نقول نعطيهم نصيبهم ثم بقية الورثة اللي لهم رد نعاملهم بمسائل الرد. أما الزوج فهو يأخذ مثلا واحد من أربعة أو يأخذ أو الزوجة تأخذ واحد من ثمانية إذا كان لها الثمن والباقي سبعة نجري عليه مسائل أهل الرد. أعطيته فرضه من أصل الزوجة والزوجة من أصل مسألته. إذا كان مسألته من ثمانية نقول الزوجة لها الثمن واحد، أو إذا كان من أربعة نقول الزوج له الربع واحد، وهكذا. ثم ضربت مسألته في مسألة أهل الرد فما بلغ انتقلت إليه المسألة، ثم تصحح بعد ذلك فتقول في زوجة وبنت وبنت ابن وجدة للزوجة الثمن من ثمانية واحد. نعم. ومسألة أهل الرد من خمسة أنهم يرد عليهم البقية. نعم. تضربها في ثمانية تكن أربعين للزوجة الثمن خمسة، يبقى خمسة وثلاثون بين أهل الرد على خمسة، فإن انكسر على بعضهم ضربته في أربعين فما بلغ فمنه تصح. لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحباب على أن نكمل هذه المسائل في ميراث العصبة من القرابة، نبدأ بها في درسنا في يوم غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ونتناقش الآن فيما لدينا. هذا أحد الإخوان وفق الله الجميع ذكر مسألة إرثية ونعهد بحلها للشيخ علي. يقول لي شيخ علي إذا عندنا رجل توفي رحمه الله وخلف وراءه زوجة وأربع بنات ولم يكن له ولد، أحسن يقول بدل عن هذا ولم يكن له أبناء، لأن البنات تسمى ولد، البنت تسمى ولد، فإن لم يكن له ولد فيقول هنا ولم يكن له أبناء ولديه أشقاء من الأب والأم، أحدهم من الأب، السؤال كيف توزيع ماله؟ عندنا زوجة وأربع بنات ولديه أخ ولديه أخ أخ وأشقة من الأب والأم، المسألة من 24. زين، يقول المسألة في 24 لأن فيها ثمن وثلثين، الزوجة لها الثمن ثلاثة، يقول الشيخ علي كلام سليم، والبنات لأن الثلثين 16 والأشقة الباقي، واللي من الأب يقول ما يعرف، أخ من الأب لا يرث، لماذا؟ لوجود الأشقاء، لأن عندنا باب الحجب، فالإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة من الأب، ولو عندنا إخوة من الأم نقول أيضا لا يرثون، لماذا؟ لوجود البنات، لأن البنات من شرط ميراث الإخوة من الأم عدم الفرع الوارث. كذا شيخ علي نقول هنا المسألة، يقول الشيخ من 24 الزوجة لها الثمن ثلاثة لوجود الفرع الوارث، والبنات لهن الثلثين 16، 3 و16 19، والباقي 5 للأشقاء ذكور وإناث،
للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الأخ من الأب ففي هذه المسألة لا يرث لوجود الأشقاء فهم يحجبونه. يقول السائل سؤال وجيه جدا، يقول إذا كان الزوج والزوجة أبناء عم أو أقرباء فهل يكون لهم نصيب من الرد؟ أبي الشيخ بكاء يجاوب على هذا. إذا كان هو ولد عمها هل أقول نصيب من الرد؟ وش نعطيه من الرد؟ وش يأخذ؟ لا ما فهمت شيخ. يقول إذا كان الزوج والزوجة أبناء عم وبينهم قرابة فهل له نصيب من الرد؟ الزوج لا يعطى، ما نعطيه أبد الزوجة ما نعطيه. فيقول يرث لأنه عاصب، ما عندنا رد، عندنا تعصيب، لأنه ابن عم وابن العم هو أحد العصبة كذا يا شيخ، يرث ولا يكون عندنا رد، وإنما يكون الزوجة ترث نصيبها والزوج يرث نصيبه وما بقي يأخذه الزوج لكونه ابن عم لا لكونه رد. أحسنت. يقول السائل هل يجوز أن تنكح الثيب نفسها؟ نقول لا نكاح إلا بولي، حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، قالوا ما في لا أحد أبد، نقول ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي والحاكم، والقاضي الشرعي هو الحاكم وهو ولي من لا ولي له، يعني تكتب ورقة وتذهب إلى المحكمة تقول وضعي كذا وكذا وليس عندي من أوليائي أو لا يوجد، ولا إذا كان لها أولياء نتصل بهم ونطلب منهم إرسال وكالة، لكن ما لها أحد وتثبت بالبينة فالقاضي هو ولي من لا ولي له، أما أن تتولى هي عقد النكاح لنفسها أو لأحد بناتها فلا يمكن، أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، يقول عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة إرثية أيضا. يقول السائل الكريم رجل توفي عن زوجتين وثلاث بنات، نقول الزوجات لهن الثمن الثلاث لوجود الفرع الوارث، وثلاث بنات، البنات لهن الثلثين، طيب، وأخوين شقيقين، الإخوة الأشقاء لهم الباقي، وأولاد إخوة، أولاد الإخوة لا يرثون لأن الإخوة يحجبونهم، أولاد إخوة يقول سبق أن مات آباؤهم، نقول لا يرثون لأنهم انتهوا، أولاد الإخوة هنا لا يرثون فأعمامهم يحجبونهم. يقول هنا ما هو أفضل عمل يكون سببا في سعة الرزق؟ نقول أرشد إلى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال من أحب أن يبسط له وينسأ له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، إذا وصل الإنسان الرحم واتقى الله في تعامله مع أقاربه ومع من تربطه بهم صلة فإن الله يوسع عليه الرزق، وقد قال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك، فإذا أطاب الإنسان مطعمه يسر الله أمره ووسع عليه في رزقه. يقول أخ فاضل يقول مررت بالميقات وأحرمت أديت العمرة والآن أرغب في عمرة ثانية، هل أذهب إلى الميقات؟ نقول لا، العمرة الثانية أنت الآن في مكة، والمكي إذا أراد العمرة أحرم من الحل، يعني تخرج للتنعيم، تخرج للشميسي، تخرج للعبدية، تخرج للحسينية خارج حدود الحرم وتحرم من هناك وتؤدي العمرة، لكن لو قدر أنك ذهبت إلى المدينة ثم عدت إلى مكة تحرم من أبيار علي، لو قدر أنك ذهبت إلى الطائف ثم عدت إلى مكة تحرم من السيل وهكذا. فالمكي أنت الآن مكي، المكي إذا أراد العمرة أحرم من الحل، وإذا أراد الحج أحرم من بيته، يعني من البيت يقول لبيك حجة ويروح الميناء. يقول إنه في حصل قضية قتل واصطلحوا على الدية
والآن ولد المقتول وبنات المقتول وزوجته والجد والجدة توفيا وورثوا 3 ذكور. نقول الأدية الآن الزوجة لها الثمن والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. ما دام عندنا زوجة وأولاد بنين وبنات فالزوجة لها الثمن والباقي للأولاد بنين وبنات. أما الجد والجدة يقولون ماتوا ما لهم، وأما أولادهم فهم لا يرثون شيئا. يقول إن رجل جاء إلى إمام، هذا الإمام يصلي التراويح الشفع والوتر، وهذا الرجل دخل معهم يصلي العشاء فواصل مع الإمام 2 ركعة الشفع والوتر ثم أكمل، هل يسقط التشهد؟ نقول الأولى أن يصلي العشاء وحده ثم يدخل مع الإمام فيما بقي، فهذا أولى براء للذمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.